إذن الآن مشاهدينا الكرام سينضم إلينا مراسلنا في ذي قار سارة شنون. أهلا بك سائر، يعني ما هي الأوضاع الآن في مدينة الناصرية وهل الوضع مسيطر عليه؟ نعم أهلا ومرحبا بك زميلتي العزيزة، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. نعم اليوم عادت للأذهان حقيقة مدينة الناصرية هذه المشاهد المؤلمة وهي سقوط أو جرحى وسقوط دماء مرة أخرى. ذي قار التي شهدت العديد والعديد من الاحداث الماساويه منذ عام 2019 وحتى الان، اليوم عادت للاذان هذه الصور المؤلمه، شهدت تظاهرات خرجت في تقاطع البهو وسط مدينه الناصريه المطالبه باسقاط التهم الكيديه، وايضا البعض منهم طالب باقاله المحافظ، مما حصل احتكاك وتصادم ما بين المتظاهرين الخارجين من اجل يعني اسقاط التهم وما بين القوات الأمنية، وحصل إطلاق العيارات النارية مرة أخرى، أيضا يتم إطلاق العيارات النارية الحية بوجه المتظاهرين، سقط على إثر ثلاثة متظاهرين، أحدهم أصاب في اليد والآخر في منطقة الركبة، والثالث اللي حالته نوعا ما حرجة لكن الآن استقرت في اليد واخترقت الصدر. يعني بعدها شهدت الناصريين انتشار أمني مكثف جدا، لكن الآن الأوضاع هادئة. المتظاهرين الذين أعطوا مهلة من أجل إسقاط هذه التهم وألا ستكون تظاهرات كبيرة بعد يعني 7 أيام من الآن، وتم فتح الجسرين. أنا الآن أقف في الطريق الرابط بالضبط ما بين جسر النصر وجسر الحضارات الذي تم قطعهم اليوم. زميلتي هذا ما شاهده المشاهد وهذا ما شاهده الجميع، أن التظاهرات خرجت من أجل هذا الأمر ومن أجل إسقاط التهم، ولكن المراقبين السياسيين وغيره والمراقبين المشهد العام وبعض المواطنين أيضا يرون المنظر الآخر، المنظر المخفي لما حصل اليوم. إن تسمحي لي وأن يسمح لي الوقت أن أتحدث بهذا الأمر، يعني يرون سبب هذه التظاهرات بالحقيقة أو سبب الشباب الذين يعني ضرر بهم وخرجوا من أجل إسقاط التهم الكيدية، لكن بعض الأحزاب لها أيدي خفية وساهمت بإشعال النار هنا في ذي قار، والسبب هو المناصب حقيقة، صراع سياسي من أجل المناصب. تحدث المراقبين أيضا عن وجود نية لتغيير محافظ ذي قار ومحافظ النجف لكتلة حزبية معروفة، وهذا الشيء مما دفع يعني خروج بعض الملفات وخروج بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن الفساد المالي والإداري، وكأنما الفساد المالي والإداري غير موجود. الكل مخطئ زميلتي العزيزة، المحافظ مخطئ، قيادة الشرطة هنا في محافظة ذي قار مخطئة، الكل مخطئ، لأن من سقطهم مواطنين خرجوا من أجل المطالب، هذا ما يراه الجميع، لذا الجميع يتحمل مسؤولية والجميع يجب أن يتحمل المسؤولية من أجل الخروج من هذه الأزمة. الآن بعد المهلة التي أعطوها المتظاهرين وهي 7 أيام عادت الأمور لنصابها وعاد الهدوء بشكل تام وكامل الآن في تقاطع البهو وفي جسر النصر والحضارات والطريق المؤدي للجسرين، والآن الأمور هادئة. نعم.